شكرا 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 قوي. صحي لنا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. اه الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيللي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكوا في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لمؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا 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 يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلووا صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه. زميلي يا صوبيا مزز. ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى احلى صوبيا دي. ايه ده؟ هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ اه هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقية ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. اه ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. لا نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بص حاطين له ايه اباجوره؟ ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده؟ هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكان. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك؟ ما هي هي بقى نايم هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاهي انا، يعني باصص لي انا. اه يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب؟ طبيعي يا ابني واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني؟ بقول لك ما تقلقش ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ اه انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش ما تتكرمش يا اخي، هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بيتزا انت اللي زعقت، انت اللي نرفزتني. طبت انت. بص بيعمل ازاي. ربي كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضرة عليكي دي. هو انا بسالك انت؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي. انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي نيلي بقولك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين، السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. اي هوب سو. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكية ولماحة. انا مش لماحة، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه ومش هديكي حاجة على فكرة.
وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطي الكتير وحاجاتي الكتير؟ زلت لسان، غلطت يعني اللي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بجامة. سوري مش هديك بجامة. ماشي ماشي انت حره. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حره بقى تستحملي ريحه حضنك بكره في العربيه وافضل قاعده جنبك. بس 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 بليز اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكره ان عشان انا اديتلك بيجامه من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكره، انسي. انا ما طلبتش منك لبس، عشان انا هغسل لبسي وانشره بكره يبقى زي الفل. Whatever. على فكره لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعه 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكره انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهم لي. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المايه سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني معاه لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما بتقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طيب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه، لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى، شد شد. ايوه قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شيرهان ليه؟ طب عبيط يا ابني ولا ايه؟ شيرهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان ناخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج. في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء. المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب؟ للاسف لا. عارف يعني؟ عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني. يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه، لسانها طويل، لكن هي في الاخر في الاخر في الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ما بشربش سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان. نعم. ممكن اسالك سؤال؟ ها. ليه يا حبيبتي اصحى من النوم الاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. اولا الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، انشر فين انا؟ على فكره الحمام مش ضيق خالص، انت اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني ادم تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. انت هتحسديني ولا ايه عشان لبس كتير؟ وبعدين يا استاذه يا بتاعه الفاشون، مدام امينه شلبايه قالت انك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضه. يا جهله. اي داوت ان الست قالت كده، انت اللي من جهلك فهمتي غلط. متحاسبي بقى يا حيوان، انت هتوسخيني بقى. بنت انت اتمسي وقولي يا مثل البتاعه دي مبلوله، ممكن اكتم بيها نفسك زي الخاله امونه عادي ولا تفرقي معايا. خلاص
انت هنا. استغفر الله، انا حتى مش عارفه الجرعه فين. شيرين. نعم. انت هتنشريها هنا جنبك كده وانت نايمه؟ انت خايفه عليا نيلي الابرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمه دي. على فكره انا اكيد مش خايفه عليكي، انا خايفه على البيجاما بتاعتي اللي انت لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده ايه ده، انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا اخد نفسي. ما انت عشان كاتم نفسك، شيل ايدك يا حبيبي. انت بتلعب وراك ليه؟ بتدعك ليه دلوقتي؟ بس انت هو جاي من الشغل تعبان، بتدعك ليه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش، انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربنا حشيش ليه؟ I'm sorry. I'm sorry. انا اسف، انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى، نفسي هاني. على فكره انت عامل دماغ حلوه جدا، حاول تستغلها. الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوه ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي، انا وشي منمل يا هاني. انا مش حاسس بوشي، انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتولي ايه، مبيد حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى، على فكره كيف ده اصلا وهم. وهم ازاي يا جماعه؟ مش وهم ولا حاجه والله. وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. يا دايما ما بتتحركش. اتحركي، بقولك اتحركي، اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك يبقى زي الفل. هو انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع، انا مش خلاص. ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله، ما تساله محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ، طرف عليه محظوظ. طب هو ازاي عم دهب ما عملش اللينك ده؟ ما فهمش انه محظوظ اللي في الستوري ده هو محفوظ. اصل عمك دهب كان بعيد قوي 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 عن محفوظ، ما كانوش يعرفوا بعض، في تباعد يعني. اوكي. طب معلش بقى، ليه حضرتك بتحب تتعبنا؟ يعني ليه مش بتقول على طول؟ الله، اساليني سؤال مباشر اجاوبك اجابه مباشره. طب اسالك سؤال مباشر؟ اتفضلي. تعرف فين بيت محفوظ؟ طبعا. يا سلام، كان هنا. بيت جميل واسع، 14 بلكونه واتنين برجوله كبار. وكان ايه؟ صراحه كان ممتع نفسه، يحط الشاي براد كبير قوي في بلكونه، والكيك كده جبل محطوط الناحيه دي، والسكر الناحيه التانيه، ياخد شفطه سفه اتنين تلاته يبقعهم كده. وهو ليه كان منطور كده يا عم بندق؟ ما كان يحط كله في صينيه واحده ويدفح ويخلصنا. انا كان عايش في براح. محفوظ كان صاحب مزاج قوي 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 قوي. يا سلام عليك يا محفوظ، 54 حته كلهم مره مره واحده، توك 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 توك، والشاي وراه. شيء ايه وبتاع ايه؟ حرام عليك، دي دار الاوبرا مبنيه من الثمانينات. صح كلامك مظبوط، البنت دي فاهمه ومذاكره كويس قوي قوي قوي. هم لما جم بنوا الاوبرا بقى اشتروا البيت بتاع محفوظ، وبنوا الاوبرا، محفوظ خد الفلوس وطلع على الغردقه، بنى بيت هناك وعمل بيزنس واستقر من ساعتها. طب ليه؟ ليه حضرتك بتعمل فينا كده؟ حرام عليك، انا هعيط وحياه ربنا، احنا زي ولادك. انا غلطت في ايه؟ الله، انتوا قلتوا عاوزين مكان بيت محفوظ، جبت لكم مكان بيت محفوظ. ده مش بيت، ده مش بيت، ده دار الاوبرا، الاوبرا. اهدي اهدي يا نيلي، بس عشان ما يجيلكيش جلطه. اهدي عم بندق. نعم. انت عارف هو ساكن فين في الغردقه ولا لا؟ على اللسان. هو كان تملي غاوي يقول لك انا عاوز اسكن على اللسان. هو هتلاقيه عامل بيت هناك وسكن على اللسان وعمل بيزنس، وبعد كده روحوا اسالوا هناك يا اولاد، دي الغردقه كلها ايه يعني، شارعين شارعين تسالوا فيهم. شارعين ايه يا عم بندق؟ دي مدينه كبيره. يا جاي النبي، يعني اتعمرت قوي كده؟ الدنيا بتتغير. خلاص خلاص يا عم بندق، شكرا. انا هتصرفي شيرين. هتتصرفي تعملي ايه؟ هتمشي بعربيه نص نقل تقولي فين محفوظ فين محفوظ؟ لا، اعرف واحد عايش هناك هيساعدنا. مين ده؟ اسمه مو، ماي اكس. ومستر اكس ده يعني عمده الغردقه؟ لا، واحد عايش هناك عادي بس يعرف كل حاجه هناك. لما تلاقوه بقى سلموه لي على محفوظ. شيرين، يلا يا شيرين.
انت لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي ما عندكيش شنطه سفر؟ لا عندي الشنطه بتاعت المدرسه هاندي باك حلوه كده بس لقيتها مش مستاهله يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن طيبه من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقه دي قبل كده؟ لا طبعا رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي في فايد؟ انا كنت متاكده انك هتفضحيني. بس يا نيلي بقى عشان انا بصراحه قلقانه وخايفه من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه خرابي هيبهدلنا. ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي. ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. طايله از شريهان، انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده حبيبتي، كلميني عادي. ماشي شرير يعني شرير يعني باد جاي. لا باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله، ناخد معانا شويه سندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقه دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايد؟ اولا مفيش حاجه في الغردقه اسمها شاطئ البترول. تاني حاجه انت جايه معانا ليه اصلا؟ بقالي 12 سنه بحالهم ما صيفتش، نفسي اصيف، نفسي بقى اقعد على الشط كده وادلدل رجلي في الميه المالحه واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعة، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حتة جبنة رومي، شندوتش لانشون، حتة جبنة اسطنبولي كده وزيتونة خضرة، باكو حلاوة، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع عقدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحت المتظاهر والطلوع على المعاش. متطاهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام الاكس بوي فريند بتاعي؟ قرايبكوا يعني؟ طب ومال؟ ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي. جرايا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. انت شايفه شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنايل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري في كيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجيهم عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفت اللي انت ماسكاها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقه لسه كتير جدا. هيا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها ترابنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضه.
اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب. انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف، اولا ما تزعقش، تاني حاجه انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبه بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبه اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبنت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص، بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يا لا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار. احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا، وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه يا راجل. احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا. يلا سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه؟ هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعه مش هينفع، علميا احنا الاربعه لو ركبنا العربيه دي مع الاسره الجميله المدوره دي، العربيه دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف ان احنا الاربعه ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج، كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله، العربيه ماشيه زي الحلاوه، وعربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربيه اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني. ركبت كويسه يا نيلي. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه اوه اوقف يا مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه؟ اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص، دي مش عجباني، اتفضل حضرتك، باي باي. ايه ده؟ ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبه لي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه، وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح، زي ما ليها ليكي. طبعا، امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله، لو عربيه ميز. سيف هو احنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش هنلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه، ها انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر، يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو ايه اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعدة برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟
عشان مو ويردو شويه غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ لا هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي، بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير؟ اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن هاني الشنط. حبيبتي يا خالتي، زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسالوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهين ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها، بس انت عارفه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، معرفش ما بقوش يجيبوه ليه. سيف إيه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانية مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيتي كبير وماما مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله وعملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. لا بس اتنين بجد مصحف. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس؟ على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات. صعب على لسانك؟ قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. أؤمر. ممكن اطلب طلب؟ أؤمر. ممكن يبقوا تلاتة؟ أنت طماع. كذاب وصريح وطماع. والله بقى والنبي. خليهم تلاتة. بيت حلاوتك يا حاج، أنت جميل قوي يا حاج. بس على فكرة أنت مش هتستحمل تلاتة. مش مهم أولع. مش مهم. ليه هموت؟ المشكلة بس أنا عملت كده. ده ما حصلش أي حاجة وأنت بص. أيوه فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب أسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا أصلا. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت، اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده هو. بس يلا كلمه. بكام بقى دول؟ دول ثلاثة يبقى 3000 دولار. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هديلك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في أمريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام واحنا في التمام. ماشي تمام تمام. اه ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا ما بقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله. شيكو شيكس. ألو يا مسطورة. لا مسطورة لا أنا عايزها مفضوحة. مش أنت تفضحها بقى. ثانية واحدة ثانية واحدة. بقول لك إيه، أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا. آه 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 بس إحنا يعني تمام. آه لا مليناها مليناها. إيه شيكو عايز إيه؟ ما تتأخريش بقى. ماشي يلا سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. والله يلا تبقى طب بنجيبه ايه؟ مليطه بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شامورت. فراخ شامورت؟ اه. ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. ايه قوي قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي محضر. عشان انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا نحلين وبري. طب هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه الفراخ بتلبس. ها؟ اه لا لا خليهم يلبسوا خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا لا انا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه؟ حلو جدا. مرسوم. والله العظيم مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم اه نشغل لك. انت حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه اي حاجه. لو انا بسالك اباحيه حاجه اباحيه. هات اسمعني اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في ايه؟ انت بتلبس الاخضر ومش عارف بيحصل لك ايه؟ بتجنن بتجنن. اطلع يلا هات الفلوس. ماشي ماشي.
ايش نزود سلطات؟ اه زود يا حاج. ولا هاني بقول لك ايه؟ صاحبك ده عبيط قوي. ده فله. اه ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق، تعرف انا كنت اعبط منه؟ والله؟ ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه، وبصراحه من ساعه ما عرفتك يا هاني وانا سعت الصياعه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه؟ ما عملتش كده؟ لا عملت. انت كذاب. ايوه انا كذاب. انتوا كلكم كذابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصل احنا اصحاب بنمشي مع بعض.